برحب بحضراتكم من جديد، ومنورني كابتن السيد حمدي نجم نجوم النادي الاهلي. والحقيقه انه الكابتن ليه معزه كبيره قوي عند جماهير النادي الاهلي، اللي دايما بيبقوا مبسوطين ان هو معانا، ان هو هيتكلم عن النادي الاهلي. والفتره دي مش بس بنتكلم على ان هو نجم من نجوم النادي الاهلي، ولكن كمان بنفتكر كلنا هدفه الشهير مع النادي الاهلي في مونديال اليابان، واللي لازم نفكره بيه ونتكلم عليه ونتكلم على الذكريات دي. بيكلمنا على قد ايه المنافسه في بطولة عالمية زي كأس العالم للأندية بتبقى مختلفة أكيد عن أي بطولة تانية. منورني يا كابتن. ازيك يا سارة، ربنا يخليك. منورني وفك بقى خلاص. ممكن المفروض تفك بقى. أنا فكة وهنتكلم على كل حاجة بقى. يعني أنا عايزة أبدأ معاك كده، خلينا يعني قبل ما نرجع طبعا الهدف بتاعك وشعورك في المونديال، لا خليني اتكلم معاك الاول على مباراه التحيل اللي هي خلاص يعني بعد بكره يوم الخميس. شايف ازاي المباراه دي؟ عايز اعرف منك انت وجهه نظرك، شايفها ازاي فنيا نادي الاهلي ونادي التحيل في اولى مباريات كاس العالم للانديه؟ اولا طبعا انا سعيد ان انا معاكي، وببقى سعيد جدا لما ببقى موجود معاكم في قناه النادي الاهلي. مباراه الاهلي والاتحاد طبعا هتبقى مباراه يعني كل الناس بترقبها، كل الناس متابعه البطوله، في ناس بتحاول تقلل من الحدث الرياضي، لا هو حدث رياضي كبير جدا، كاس العالم انديه حدث كبير كل الناس بتتابعه، في انديه مشاركه موجوده فيه، فرق اوروبيه وفرق من اسيا ويعني امريكا الجنوبيه، فما مش عايزين نحاول نقلل من قيمه البطوله. ليه الناس دي بتقلل يا كابتن؟ معرفش يعني، مش عارف، يمكن لوجود النادي الاهلي طبعا، فده برضو وانا شايف انه حاجه سلبيه طبعا. لا النادي الاهلي بيمثل الكره المصريه بيمثل مصر وفي افريقيا طبعا. الاهلي في فرقتين عربيين في موجودين في البطوله، فده حاجه يعني حاجه تسعدنا نبقى في موجودين فرقتين عربيين موجودين في البطوله. طبعا نتمنى طبعا النادي الاهلي مباراه ومع الدحيل ان شاء الله تبقى نقطه بدايه له، ويعمل حاجه في البطوله ويفنش مركز يليق بالنادي الاهلي طبعا. بتكلميني من النقطه الفنيه، النادي الاهلي طبعا ماشي بشكل كويس في الدوري، رايح عنده كل ثقه، عنده تاريخ في البطوله، المعنويات مرتفعه جدا للعيبه، بيلعب في قطر برضو بلد عربيه، تحس ان الاجواء مش بعيده يعني، غير لما كنا احنا موجودين في اليابان في جمهور موجود، وده الميزه الوحيده اللي هيقابلها النادي الاهلي هناك، انه في جمهوره موجود هناك وبيدعمه. واتمنى طبعا ان لو كان الامور طبعا مختلفه وما فيش كورونا كان اعتقد ان يبقى في جماهير اكتر من كده. فانا شايف ان الاهلي فنيا في حوافز تخليه يقدم بطوله كبيره جدا، عنده لعيبه، عنده جهاز، لا انا شايف ان النادي الاهلي كفته الحمد لله تطمنا يعني. بالنسبه للدحيل طبعا دعم بلعيبه يعني كويسه جدا، الدحيل برضو مفنش الدوري، فشايف ان الدحيل هيبقى فرقه برضو لازم نقدرها ولازم نحترمها، ولازم نعرف ان فرقه الدحيل فرقه قويه، وان شاء الله باذن الله انا حاسس ان الاهلي يقدم مباراه كويسه ونكسب باذن الله ان شاء الله. عدم وجود الجماهير في مونديال اليابان كان مؤثر جدا طبعا. الاجواء طبعا كانت كويسه يعني، ما اقدرش اقول لك الاجواء كانت وحشه، لا الاجواء كانت كويسه جدا في اليابان، بلد منظمه جدا، بلد ملعب التمرين حاجه خرافه، المباراه اللي احنا الاستاد اللي احنا كنا بنلعب عليه المباريات كان استاد رائع. الجو في اليابان كان ساقع جدا مع تغيير النوم وكده اثر علينا شويه، لكن بصراحه كانت في اجواء تساعد اي لعيب يلعب يعني. الجو الساقع ده كان صعب؟ احنا كنا بنتمرن بجاكيت مطره يعني، تخيلي درجه السقع، لكن في يوم المباراه كان الجو يعني بسيط شويه مع السخونيه في المباراه، لما سخنا شويه يعني دخلنا الماتش ما حسيناش بالجو شويه. كنت بتلعب اساسي طبعا، وكابتن محمد ابو تريكه وكابتن عماد متعب وكابتن بركات كانوا احتياطي، وقلت تقريبا ده ادك ثقه كبيره. اكيد اكيد. قالوا لك ايه مثلا يا كابتن يعني قبل ما تلعب، قبل ما تنزل المباراه؟ بصي يعني انا بدات العب يعني بشكل اساسي مع النادي الاهلي في البطوله الافريقيه، يعني الفتره من دور الثمانيه مثلا بدات الكابتن حسام يعتمد عليا، وده اداني ثقه ان انا بمثل النادي الاهلي وبمثل الخط الامامي يعني. كان معايا جده بيبدا يعني معايا في الفتره دي، والله
يعني كان في خوف شويه ان طبعا انت عارف الاعلام كان بيتكلم برضو يعني كل النجوم دي موجوده بره وانت كابتن الفريق بدا يتحرك لملعب التدريب طبعا ده الاسطوره كابتن محمود الخطيب اللي يمكن موسيماني كان بيتكلم النهارده على قد ايه في دعم كبير قوي من كابتن محمود الخطيب اللي حريص ان هو يكون موجود في كل وقت ومع كل مع النادي الاهلي في كل الاوقات وفي اي مباراه وده الحقيقه فارق مع مع اللعيبه بشكل كبير وحتى بيدي حاله كده راحه واطمئنان لجماهير النادي الاهلي كمان مش بس اللعيبه. قامه كبيره طبعا في الرياضه ورئيس النادي الاهلي طبعا لما يكون هو اللي موجود مع الفريق فده بيدي حافز للعيبه برضو بشكل كويس. لا مهما نتكلم طبعا عايزين حلقات نتكلم على كابتن الخطيب. اتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله زي ما قلت لك النادي يعني يرجع بمركز يليق بالنادي الاهلي باذن الله. باذن الله. كنا بنتكلم على النادي الاهلي وهنرجع تاني طبعا لذكريات اليابان بس خلينا نروح لنادي الاهلي مباراه التحيل. عايز اسالك شايف مين اكتر اللعيبه اللي ممكن تتالق جدا في مباراه الاهلي والتحيل؟ بص يا ساره وكل الامور يعني الحمد لله ايجابيه بالنسبه للعيبه. انك رايح بلد عربيه بلد فيها في جمهور موجود فهيدي كل الحوافز موجوده يعني باذن الله لتخلي اللعيبه ان شاء الله كلها. مين انت تتوقع له ان هو نشوفه كده؟ والله متوقع لكذا لعيب يعني متوقع للشحات وكهربا وقفشه يعني الثلاث لعيبه دول انا حاسس ان شاء الله باذن الله الامور هتختلف معاهم لو ركزوا باذن الله مع النادي بشكل كويس في المباراه اللي جايه دي. اعتقد انها هتبقى انطلاقه كبيره جدا كمان للشحات يعني في انتقاد شويه لبعض الناس بينتقدوا الشحات لكن انا شايف ان الشحات لا مقدم مستوى كويسه وارقام كويسه والشحات برضو عنده خبره في البطوله دي لعب مع العين ولعب نهائي قصاد ريال مدريد. ان شاء الله باذن الله الثلاث لعيبه دول ان شاء الله انا شايفهم ان هم يعملوا حاجه ان شاء الله. بمناسبه قفشه لو قدر ان هو مثلا يسجل هدف في كاس العالم للانديه هيبقى كده سجل في نهائي افريقيا وفي كاس العالم للانديه وحضرتك بالزبط. عملت ده سجلت في نهائي افريقيا في كاس العالم للانديه الموضوع مختلف ازاي؟ والله انا شايف ان قفشه يعني بدا يستعيد مستواه. لا انا عايز اعرف مختلف ازاي الاول من ناحيه انه الهدف هنا في نهائي افريقيا وفي كاس العالم للانديه يعني فرقت حاسس بفرق ان دي بطوله عالميه بالظبط كده بيدي ثقه كمان ولما تروح تشاركي في بطوله عالميه زي كاس العالم فالموضوع هيبقى مختلف بالنسبه لقفشه لان القفشه الفتره دي ما شاء الله الناس بتتكلم عليه طبعا ان هو كان القضيه ممكن فمحطين امل كبيره جدا على قفشه ان هو برضو محور اللعب في النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله اتوقع زي ما قلت لك ان انا حاطط قفشه من ضمن اللاعيبه اللي ان شاء الله هيبقى الامور مختلفه معاه في كاس العالم يعني. تقييمك لوالتر بواليا؟ بصي يعني مش هتكلم في خلاص هو جه النادي الاهلي يعني مش هتكلم في النقطه كنت حابب انا اتكلم بس مش حابب ان انا لان ده اختيار مجلس اداره او اختيار مدرب فكله له كل الاحترام بس هو ولان كنت اتمنى متالق في الجون يا كابتن اكيد طبعا ما بقول لك من ضمن هدافين الدوري يعني انا يعني كنت اتمنى في لعيب احنا خسرناه ان هو طلع عراء وليد ازارو يعني انا كنت اتمنى ان وليد يبقى موجود مع المجموعه دي لكن هو طبعا مش لازم نحكم عليه في الوقت ده يعني مش لازم نحط كل الضغط عليه هو لاعب كويس من ضمن الهدافين الدوري لكن يعني اتمنى ان هو يخش يتاقلم بسرعه لان هو طبعا كون ان انا اجيبه ومحتاجه كنت اتمنى ان هو يخش في الاجواء بسرعه اتمنى له التوفيق طبعا. كان معايا امبارح نجم الكره التونسيه زبير بيا وقال لي انه شايف انه محتاج والتر بواليا ياخد فرصه اكتر من كده، موسيماني محتاج يديله فرصه اكتر من كده،
ويعني زي بتقول نستنى عليه شويه، انت شايف ايه؟ بص، اصل هنا في النادي الاهلي الامور بتبقى صعبه شويه. يعني احنا عندنا ضغط جمهور رهيب ما بيرحمش حد بصراحه. ف لكن هو حقه طبعا كلاعب ان هو ياخد فرصته، يعني حقه كلاعب ان ياخد فرصته وبعدين نحكم. يعني انا فاهمك ان جمهور الاهلي بيبقى مستني افضل حاجه دايما من لعيبه النادي الاهلي. زي بقول لك كده ان هم من اول مباراه الجمهور النادي الاهلي بيقيمه، يعني لا انت فرود النادي الاهلي فلازم تشيل في المكان ده. اكيد موسيماني طبعا جايبه مقتنع بيه وهيديله طبعا فرصه بشكل كبير، وربنا يكرم ان شاء الله باذن الله يبقى يعوض الحته دي. الحته دي برده كان فيها مشاكل شويه، لكن بعد وجوده مع مروان وشريف اعتقد الامور ممكن تختلف. طب ما ترتب لي من وجهه نظرك خط الهجوم في النادي الاهلي، مين الافضل؟ 1 2 3؟ محمد شريف. محمد شريف وبعديه مروان وبلا وولتر بوالي. ده وجهه نظر، يعني ممكن طب احنا كنا بنسال الناس تختلف بعد كده. فاهمك كنا بنقول للناس ايه التشكيل الافضل لمباراه الاهلي والتحيل. عايز اعرف من وجهه نظرك برضو، يعني كتير شاركونا. مش هنخرج بعيد عن التشكيل الاخير اللي لعب بيه المباراه الاخيره هنا في الدوري. شناوي، معلول على الشمال، محمد هاني، بدر بنون ممكن، وايمن، نص الملعب فتحي وقفشه وحمدي، ممكن اليمين شحات، الشمال ممكن كهربا، وفي الهجوم ممكن محمد شريف. يعني محمد شريف انا شايف ان دي انسب تشكيل. يعني شفت ازاي محمد شريف في المباريات اللي شارك فيها؟ اللي عجبني في شريف ان هو لما رجع حط رجله بسرعه، ودي حاجه برضو بشكره عليها، لان هو راح طلع عارة تألق بشكل كويس، قدر يستحق ان هو يرجع النادي الاهلي. حتى لما المدرب اداله لما بيبدا بيه بيسجل، لما بيقعد احتياطه بينزل بيسجل. فانا شايف ان محمد شريف بصراحه يستحق ان هو يبقى، يستحق ان هو يرجع النادي الاهلي، ويستحق ان هو يبقى موجود في التشكيله الاساسيه بشكل اساسي. بما ان حضرتك شاركت في مونديال اليابان، عايز اعرف منك اللاعب بيبقى نفسيته ازاي في بطوله زي دي؟ هل مثلا بيبقى التفكير، ولو اني ما اعتقدش ان ممكن لاعب في النادي الاهلي يبقى تفكيره ان انا جاي ظهور مشرف ابدا، ولكن يعني هل الضغط بيبقى كبير على اللاعب ولا لا احنا جايين بطوله هنأدي افضل ما عندنا، احنا عارفين ان احنا بطل افريقيا ولكن في بطل اوروبا وفي بطل امريكا الجنوبيه، يعني في انديه كبيره جدا، ومع ذلك احنا هنأدي افضل ما عندنا، ولا لا انا جاي اخد مركز وجاي جاي انافس على بطوله؟ بص يا ساره، اكيد المنافسه هتبقى صعبه، خلينا مقتنعين ان في فرق في البطوله بشكل كبير جدا، انديه كبيره جدا على رأسهم طبعا بايرن ميونخ، والبطوله مش سهله يعني زي ما الناس متخيلاها. اللعيبه بحط مسؤوليه الجمهور شويه. دايما الاهلي لعيبه النادي الاهلي بيبقى حاط الجمهور رقم واحد. ازاي هروح هعمل ايه؟ مطالب بيا، مطالب ان انا اقدم احسن مستوى، مطالب ان انا اجيب، مطالب ان انا اخد البطوله. حتى لو الامور لا، هو النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي حاطط لعيبه الاهلي في المكانه دي، اللعيب الامور بتبقى مختلفه شويه. عامل حساب الجمهور، لكن في البطوله دي اللعيب اعتقد ان هو نفسيا هيبقى يعني نفسيته عاليه جدا، لانه هو بيلعب في مستوى كبير، بيلعب فرق كبيره، بيلعب كل الاعلام متجه ناحيه البطوله، كل المدربين، كل العالم زي ما بيقولوا، لان طبعا كذا فرقه مشتركه في البطوله. فاعتقد ان اللعيب نفسيا هيبقى معنويا انا شايف كل الحوافز قدامه ان هو يعمل بطوله كويسه. يعني ماشي، لسه عندنا كلام كتير طبعا يا كابتن. نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن السيد حمدي. برحب بحضراتكم من جديد، وخليني افكر حضراتكم الاول بسؤال حلقتنا تاني، وهو ايه هي توقعاتك لمباراه الاهلي والتحالف في افتتاح مونديال الانديه؟ طبعا تقدروا تشاركونا على مواقع التواصل الاجتماعي على صفحاتنا وتقولوا لنا، وخليني برضو اشارك مع حضراتكم او اقول بعض التعليقات والاجابات اللي جات لنا من حضراتكم. الحقيقه في اول تعليق يمكن جه من بنت الاهلي اللي قالت انا حلمت ان الاهلي كسب التحال 4-1 وقفشة جاب الجون الرابع في الدقيقة 90، إن شاء الله هنكسب. والأجوال الثالثة اللي جابوها السلية ومحمد شريف وكهربا.
في كمان ابو مروان قال مساء الخير على حضراتكم، تحياتي الجمهور الاهلي العظيم وتحياتي الكابتن بيبو والنادي الاهلي وبالتوفيق ان شاء الله. توقعاتي 2-0 للاهلي ان شاء الله. عبير بتقول مساء الخير على حضراتكم، ان شاء الله 2-0 للاهلي. في حاله من التفاؤل الكبيره الحقيقه عند جماهير النادي الاهلي. معاذ حمدي بيقول ان شاء الله 2 للاهلي مقابل 1 للدحيل. يوسف حمدي كمان بيقول 2-0 للاهلي، ان شاء الله رجالتنا هترفع راسنا. وابو يوسف رمضان بيقول ان شاء الله 2-1 للاهلي، وان شاء الله الاهلي هيعمل مباراه تليق بكيان وعظمه النادي الاهلي. عيسى كمان قال باذن الله الفوز 3-1 للاهلي. طارق ابو كريم بيقول ان شاء الله 2-0 للاهلي. بواليا وديانج. محمود غريب بيقول منورين والبرنامج خد اكبر نسبه مشاهده، تحياتي ليكم. 3-0 للاهلي. مصطفى كرم مساء الخير على احلى عالمين، احلى قناه. التوقع هو فوز النادي الاهلي 1-0 وكهربا اللي هيجيب الجون. ويوسف اشرف بيقول اتوقع ان شاء الله فوز الاهلي على الدحيل 4-1، ويا رب يكون التشكيل. وكان قال التشكيل طبعا وهو شايف اكيد انه محمد الشناوي جول كيبر، وفي تشكيل قايله هو نفس التشكيل تقريبا اللي كابتن السيد حمدي قاله. طبعا شكرا لمشاركتكم، وهنبدا دايما ان احنا نتفاعل مع حضراتكم ونقرا كل التعليقات اللي بتجيلنا. ومن الواضح ان في حاله تفاؤل كبيره قوي من جماهير النادي الاهلي، وشايفين ان هيبقى في فوز من النادي الاهلي وكمان بسكور. يعني في 2-0 ده اتفاق عليها من كذا حد، بس في 4-1 مش عارفه ايه موضوع 4-1 ده. احنا عايزين اي نتيجه، اي نتيجة ايجابيه. طبعا في تفاؤل في الكومنتات، فاتمنى يا رب ان شاء الله. بس انا اتوقع يعني 2-0 حسين الشحات وقفشه، ده توقع حسين الشحات وقفشه. ف اي نتيجه بقى متوقع ده؟ متوقع ان شاء الله. بس حلوه حاله التفاؤل دي اللي عند الجماهير. يعني هو الجمهور طبعا يعني هم عارفين قد ايه مباراه صعبه، وعارفين قد ايه انه النادي الحيل فريق قوي وعلى ارضه طبعا. بس في ثقه كبيره في النادي الاهلي. هقول لك حاجه، بنحترم طبعا الدحيل القطري، طبعا كل الاحترام له، واتمنى يا رب حاله اللعيبه في المباراه، لان هي الامور بتفرق. الموضوع ما المباريات ما بتعترفش بالتاريخ، بتعترف وقتها. الاهلي طبعا نادي كبير ونادي قيمه كبيره، لكن حاله اللعيب هي اللي هتفرق في يوم المباراه. التفاؤل اللي انت بتتكلم عليه ده ناتج للثقه بتاع الجماهير لدى اللعيبه. عارفين النادي الاهلي تاريخ ومشرف في البطوله، فبناء على كده الكومنتات اللي هي جايه المكسب كلها وبسكور وكلام زي ده. اتمنى يا رب ان شاء الله زي ما بقول لك كده اي نتيجه ايجابيه، ونعدي بقى المرحله اللي بعديها. طبعا هنلعب بعد الدحيل بايرن ميونخ، فاكيد طبعا ده هتبقى قصه ثانيه. يعني ده هجي لك بقى للقصه دي، بس خلينا نكمل شويه مونديال اليابان. وقول لي بقى الكواليس كانت عامله ازاي؟ يعني يمكن كنت بسالك بركات كان بيعمل فيكم مقالب بيعملش؟ بركات المقالب اللي بتاع بركات مش هينفع تتقال على الهواء بصراحه. يعني اصل بركات اللي بيعمله مش هينفع يتقال على الهواء. لكن انا حكي، لكن هنا في موقف بينه وبين بركات كان يعني بينا اصلا في البطوله الافريقيه. وبركات كان خلاص يعني كان في كلام ان هو يعتزل. يعني كان واخد قرار ان هو الفتره اللي جايه يعني في البطوله ان هو يعتزل بعد البطوله، وكان في كلام زي كده يعني. فاحنا كنا رايحين تمرين، وكان خلاص احنا كنا في حدث كبير اللي هو نهائي البطوله في الترجي في تونس. وبركات قال انا عايز اقول حاجه، فكنا خلاص بقى خدنا الرياكشن ان احنا زعلانين، ان كنا قلنا بركات هيقول خبر الاعتزال، وطبعا في زعل وسكتنا كده وقاعدين. وطلع في المايك وقال انا عايز اقول حاجه، فلا يا بركات ما تقولش. فقال لك انا عديت 20 مليون في مرحله في لعبه صابواي. خلينا كابتن حسام ما بيهزرش وما بيضحكش، خلى كابتن حسام وكل اللعيبه قعدت تضحك. فمواقف بركات طبعا كبيره جدا. انتوا مستنيين خبر بقى صعب منه؟ خبر وانا بقول لك كل الفتره دي كان خلاص على خبر الاعتزال ان بركات هيعتزل، وفاجئنا بالكلام بتاعه ده. لكن بركات له مواقف كثيره بس مش هينفع اتقال على الهواء بصراحه. طيب خلاص. طيب من الكواليس كمان، او يمكن كنت بتقولي انه لا بيبقى في حاله من التفاؤل عند اللعيبه وهي في كاس العالم للانديه، بيبقى في رهبه يا كابتن؟ في خوف ولا مش موجود؟ لا مش خوف، لكن مسؤوليه. مسؤوليه مسؤوليه. الاهلي معروف ان هو او لعيبه النادي الاهلي بيبقى عندها مسؤوليه لدى الجماهير، ان هي في اي حدث لازم تبقى
مش بتروح عشان تبقى مشاركة، لا بتروح عشان تعمل إنجاز وتاريخ. وده معودنا على مدار الأجيال اللي مرت على تاريخ النادي الأهلي، إن كل جيل بيبقى موجود بيحقق البطولات. طبعا شايفين قدامنا على الشاشه زي ما بنعرض لحضراتكم لحظه بلحظه اللي بيحصل في البعثه. الفريق وصل لملعب التدريب، ده اليوم الثالث على التوالي اللي هيكون فيه تدريب، ويمكن كل يوم يا كابتن التدريب بتاع موسيماني بيعدي ساعه وربع ساعه ونص، مركز جدا، مركز ان هو عايز يعني يشوف افضل تشكيل ممكن يلعب بيه طبعا مباراه التحيل، وشايفه ان في تركيز كبير قوي جداً. يعني مذاكر مباراه الدحيل كويس جدا. موسيماني طبعا مدرب كان اختيار موفق طبعا من مجلس الاداره، بنشكر طبعا مجلس الاداره على اختياره لموسيماني. كان في بعض الكلام، لكن الراجل جه مصر ومسك النادي الاهلي، خد بطوله افريقيا واخد 3 بطولات. لكن برضو الحدث الكبير اللي هيتلعب كمان يومين هيبقى اختبار برضو كبير لموسيماني، فموسيماني برضو عايز يستر تاريخه في البطوله دي او مع النادي الاهلي في ان هو يحقق الرباعيه بمركز يليق بالنادي الاهلي. فانا شايف في تركيز من البعثه كلها ان احنا لا جايين وهدفنا ان احنا نحقق مركز يليق بالنادي الاهلي، ووارد ان احنا الامور تمشي معانا ونحقق انجاز اكبر من الثالث اللي احنا حققناه في البطوله. تفتكر يعني عندك توقع ان ده ممكن يحصل؟ والله بصي ما بحبش التوقعات قوي، لكن الحاله بتاع اللعيبه والنتائج هي اللي هتقول. يعني النتائج هي اللي بتقول الفريق هيوصل لفين. انت عشت الاجواء دي يا كابتن، يعني تعليقك كده الصوره اللي احنا شايفينها، اللعيبه بتستعد للتدريب، كهربا كابتن كهربا اهو دايما عامله حاله فرح، كهربا يعني في بهجه كده، احسن اجواء احسن اجواء. وولتر بواليا طبعا يعني تحس انه اللعيبه برضو مرتاحه نفسيا، يعني احسن اجواء لما تبقى لعيب كوره طبعا، او فتره لما انت بتبقى تلعب كوره بالذات لما في النادي الاهلي، بتروح بتشارك في بطولات. كهربا ومروان محسن اهو على طول هزار وضحك. لا الاجواء دي بتساعد اللعيبه يا كابتن جدا جدا. ما انا بقول لحضرتك ان هو الحدث الرياضي كبير وفي تغطيه اعلاميه كبيره جدا، لكن زي ما بقول لك اللعيبه بتبقى مبسوطه لان هو بيلعب في كاس العالم، بيلعب في ليفل اعلى شويه، فطبعا في جمهور هيشجعه. اللعيبه بقى لها فتره ما بتسمعش اي هتافات، بقى لها فتره فده هيدي حافز. قطر برضو دوله عربيه، فالامور مش بعيده شويه. فانا شايف ان زي ما قلت لك في البدايه ان كل الحوافز تؤدي ان الاهلي يعمل بطوله كويسه ويحقق لنا المركز اللي احنا محتاجينه. ماذا بعد مباراه التحيل اذا تمكن النادي الاهلي من هو يتخطى فريق التحيل؟ مباراه بايرن ميونخ هو يبقى تركيزه الاول في البطوله، في المباراه اللي جايه، لان هي المباراه فعلا صعبه. اكيد الناس زي ما الناس لا المباراه صعبه جدا. دحيل زي ما قلت لك ان هو بيمتلك لعيبه كويسه وجاب صفقات ودعم بشكل كويس في الخط الامامي، فانا شايف المباراه هتبقى صعبه جدا جدا على الفرقتين. اتمنى يا رب ان شاء الله الاهلي يعدي اول مباراه. طبعا بايرن ميونخ ده بقى لها قصه ثانيه، يعني هيبقى موضوع ثاني. يعني طبعا التركيز هيعلى، بيلعب بايرن ميونخ بطل العالم، في دوري بطل الابطال، دوري بطوله دوري الابطال اوروبا، فالامور هتبقى يعني في استعداد تاني، كل الناس بتتفرج طبعا على المباراه. فانا شايف ان الاهلي بس يعدل المباراه دي وبعد كده ان شاء الله بايرن ميونخ يبقى لها يعني استعدادات تانيه. يعني دور اللعيبه الكبار في البطوله زي دي بتبقى زي كابتن اللعيبه اللي عندها خبره، يعني لعيبه زي وليد سليمان، زي الشناوي، بتفرق ازاي مع اللعيبه الثانيه وان هم يتكلموا معاهم يحفزوهم نفسيا؟ انا زي ما قريت في الاخبار ان الشناوي اتكلم مع وليد، ان هو وليد كان بعيد طبعا عشان الاصابه وكده، فمش موجود في البطوله، فكان في اصرار من بعض اللعيبه ان وليد يبقى موجود عشان وليد. طبعا دلوقتي معلش يا كابتن شايفين طبعا كابتن الخطيب في التمرين متواجد كل يوم، في دعم يوميا من كابتن محمود الخطيب، طبعا شايفين كابتن سيد عبد الحفيظ كمان. يعني فكره انه كابتن محمود الخطيب زي ما كنا بنقول
طبعا كابتن سامي قمصان والدكتور احمد ابو عبله. زي ما بقول لك يا كابتن تاني ان كل يوم موجود كابتن محمود الخطيب في التدريب وواقف وبيشرف. وطبعا في حاجه مهمه جدا موسيماني قالها، قال ما فيش اي طبعا تدخل فني من كابتن محمود الخطيب، سايب الحته الفنيه اكيد لموسيماني، ما فيش الكلام ده في النادي الاهلي، بس في وجوده بس، وان هو لو في اي مشكله بتعترض او بتكون في طريق النادي الاهلي هو بيبقى بيعمل كل جهده ان هو يحل المشكله دي، وان الفريق يبقى مرتاح جدا نفسيا قبل المباراه. على مدار تاريخ النادي الاهلي النقطه الفنيه دي لا يمكن اي حد يتدخل فيها، مع احترامي طبعا لاي حد، بعكس كابتن الخطيب راجل كان اسطوره طبعا كلاعب، واشتغل في بعد كده مسك نائب، دلوقتي بقى رئيس النادي الاهلي، فاعتقد ان هو جاي مدرب واثق فيه وعارف انه مدرب كويس ويشيل اسم النادي الاهلي. فاعتقد ان زي ما انت قلت كده، لا كابتن الخطيب وجوده هيدي حافز كبير للنادي الاهلي، لما يبقى موجود برضه كابتن محمود موجود معاهم في البعثه ده طبعا بيديهم حافز اكبر. اتمنى طبعا البعثه كلها يا رب ان شاء الله باذن الله يرجعوا لنا بمركز كويس ومحترم، لان حاجه طبعا هتبقى بالنسبه لهم تاريخ، بيسطروا تاريخ زي الجيل اللي قبلهم. فانا بتقول لهم ان انتوا فرصه، فرصة كبيرة جدا، وتقدروا تعملوا تاريخ مع النادي الأهلي بإذن الله. بعد فترة يعني ممكن نقول نقدر نحكم شوية على مستر موسيماني، شايف إزاي نقاط قوة المدير الفني للنادي الأهلي في بطولة زي بطولة كأس العالم للأندية؟ طب هنحكم، أنا شايف إن الناس بتتكلم في إن موسيماني يعني الكلام كتير عليه شوية، يعني الراجل محقق 3 بطولات في وقت قصير، ودي انجاز كبير جدا. طب الناس يعني الاهلي بيشارك في ايه تاني يعني غير البطوله الافريقيه؟ انا عاجبني ردك. يعني البطوله الافريقيه، الدوري والكاس، تمام، وفي السوبر اللي هو المصري او السوبر الافريقي، وكاس عالم الانديه. اعتقد ان كل ده البطولات اللي الاهلي بيشارك فيها. الراجل جه حقق 3 بطولات، طب الناس عايزه منه ايه؟ كون الفريق بيقدم مستوى، كيرف بيزيد بيعلى شويه، ده طبيعي، ده طبيعي. لكن المحصله النهائيه ايه؟ الاهلي حاصل على 3 بطولات في وجود الراجل ده، داخل في كاس العالم انديه بيشارك، ولسه ان شاء الله باذن الله ممكن يعمل انجاز برضه. فاحنا عايزين منه ايه تاني؟ يعني انا شايف ان الراجل، لا ماشي، تقييمي انا الراجل 10 على 10 بصراحه. هل في تشابه بينه وبين مستر جوزي ولا لسه ما تقدرش تقول ده؟ لا، الراجل جوزي قصه ثانيه. جوزي يعني جوزي ما كانش مدرب بس، جوزي كان عبقري عبقري، وحظه الحلو ان هو جه في جيل قدر يجيب لعيبه تمثل النادي الاهلي وخد بها كل البطولات. فكان حظه ان هو جاب اساطير فعلا. يعني جوزيه حظه الحلو ان هو في وقتها جاب اساطير، منهم ابو تريكه، منهم بركات، منهم سيد معوض، كان معاه منتخب مصر، فقدر مع المجموعه دي ان هو هيحقق كل البطولات. الراجل كان عبقري في حاجه، ان هو قدر يسيطر على كل الايجابيات والسلبيات داخل النادي الاهلي. جوزيه كان مسيطر كمان على الاعلام، في ان هو ما تقدرش توجه اي نقد للعيبه، كان محافظ على النقطه دي. جوزيه لا، جوزيه عبقري، ومش عايز اقارنه بموسيماني لان جوزيه خد فتره مع النادي الاهلي، هو مش مسيطر على الاعلام، هو بيحافظ على فرقته. قصدي مسيطر، احترامنا طبعا للاعلام، مش قصدي السيطره، في ان هو لا، قصدي ان هو محافظ على اللعيبه، في ان اي نقد يجي لا هو عامل ساتر. مش قصدي يعني فهمك، ما بتكلمش على الاعلام. طيب بشكل الانتماء دلوقتي غير يعني غير جيلكم، الانتماء عند اللاعب دلوقتي للنادي بتاعه، مش بتكلم على حد بعينه، انا بتكلم فكره الانتماء لنادي غير الجيل ده، الجيل بتاع النهارده مختلف عنكم. بصي، هو الدنيا اتغيرت والامور الماديه اتغيرت، بنسمع ارقام طبعا كبيره، واحنا بشر اكيد طبعا الناحيه الماديه اكيد بنبص لها، لكن في لعيبه ما زالت منتميه للتيشيرت اللي هي بتلعب له، وعندنا نماذج كتيره موجوده، ما هو في وليد سليمان، وفي قصدي بتكلم على الجيل اللي هو كان معانا وقتها، وليد كان معانا ودلوقتي ما زال موجود في النادي الاهلي. لا، في وفي، يعني انا شايف ان مش عايزين نقول ان الفتره دي المال هو المسيطر، لا، في لعيبه برضه ما زالت محتفظه بتيشيرت النادي الاهلي. وانا زي ما قلت معاك الحلقه اللي فاتت، انت لعيب في النادي الاهلي،
عندك كل الامور وكل الصلاحيات ان انت تبقى الامور الماديه كويسه، بتاخد بطولات، عندك شعبيه، عندك جمهور. طب انت عايز ايه؟ يعني ده رايي، يعني عندك كل الامكانيات وعندك كل القيمه بتاع النادي الاهلي وتاريخك في بطولات، فانا شايف ان وجودك في النادي الاهلي شرف يعني. أكيد بشكرك شكرا جزيلا كابتن سيد حمدي، كنت منورني النهارده. ربنا يخليك يا سارة، وسعيد معاك المرة التانية، وبشكرك طبعا، وبشكر كل التطور اللي حصل في القناة والتغطية الكبيرة للحادث الرياضي، اللي أنا زي ما قلت احنا الأهلي في حادث رياضي كبير، وأتمنى من كل الجمهور يساند الأهلي إن شاء الله في المباراة اللي جاية، لأنه بيمثل مصر، ويا رب ان شاء الله يرجعوا لنا بمركز يليق بالنادي الاهلي يا رب، ودايما تبقى معانا يا رب في الافراح واحنا بنحتفل بكل الانجازات. شكرا لحضرتك. وشكرا لحضراتكم على المتابعه. بكره حلقه جديده من برنامج السادسه.